أهلا بكم أصدقائي في المحاضرة الثامنة بعنوان البيدق المعزول سورة استراتيجية الشطرنج من إعدادي دكتور عصام حمود. بنتكلم لسه في الجزء الأول اللي فيه استراتيجية الافتتاح واستراتيجية وصف الدور، وخدنا كل عناصر استراتيجية الافتتاح وابتدينا في استراتيجية وصف الدور وخدنا تقييم الموقف، ودلوقتي بنتكلم في البيادق وهيكل البيادق. المحاضرة السادسة كانت عن البيدق المتوسط، المحاضرة السابعة كانت عن البيدق المتأخر، والنهاردة المحاضرة الثامنة عن البيدق المعزول. هنشوف دلوقتي إيه هو خصائصه وإزاي نتعامل معاه. البيدق المعزول هو بيدق لا يوجد بيادق من نفس لونه على العمودين اللي بجواره، ولذلك بيكون أكثر تعرضا للخطورة لأن لا يمكن حمايته ببيدق من نفس لونه. وعشان كده ممكن يتقال عليه جزر بيادق، يعني منعزلين عن بعضهم. البيدق ده محمي ببيادق من نفس اللون بتاعه، ولذلك عندما بتهاجمه قطعة منافسة بيلاقي حماية من بيادق صديقة. انما في الشكل التاني البيادق ده هي ما نقدرش نحميها ببيادق صديقة، ولذلك بيبقى مهمة حمايتهم على عاتق القطع بتاعتهم، وبالطبع ده بياخد من مجهودها ومن قيمة القطع. في سلبية تانية للبيادق المعزولة، وهي ان المربع اللي قصادها بيصبح قاعدة ممتازة لقطع الخصم الخفيفة والتقيلة. وكقاعدة عامة بيعتبر المربع ده نقطة استراتيجية هامة. القطعة اللي بتحتل المربع اللي قصاد البيدق المعزول بالطبع لا يمكن مهاجمتها ببيادق منافسة، عشان هو أصلا مفيش بيادق منافسة على العمودين اللي جنب البيدق المعزول، وبذلك بتقف هناك بصلابة ولا يمكن طردها منها بسهولة. هنشوف حاجات كتيرة زي كده هوت لما نوصل لفصل اسمه العائق اللي هو البلوك، وده هيكون في الجزء الثالث من المحاضرة. البيادق المعزولة نوعين، في بيدق معزول يبقى في الوسط وفي بيدق معزول بيبقى على الجانب. البيدق اللي على الجانب واللي على الوسط بيشتركوا في حاجة واحدة بس، وهي ان هم كل ما القطع اللي على الرقعة بتقل كل ما الضعف بتاعهم بيزيد. انما البيدق المعزول اللي على الوسط ممكن بيمثل ميزة للجانب اللي هو بيمتلئ. اولا بياخد مساحة في الوسط، وده بيخلي القطع بتاعته بتمتع بالحماية، وفي نفس الوقت بتبتدي ان هي تعمل تهديدات على الجانب الاخر. الحاجة التانية ان الجانب اللي بيمتلك بيدق معزول يبقى بيمتلك عمود نص مفتوح في وسط الرقعة. البيادق المعزولة على الاجنحة بتبقى ضعيفة بصفة عامة في مرحلة نهاية الدور. طيب ايه هو التكنيك اللي نقدر ان احنا نستخدمه ضد البيدق المعزول؟ في ثلاث طرق عشان نقدر نشتغل ضد البيدق المعزول. اولا ان احنا نكسر القطع، عشان احنا قلنا كل ما القطع بتقل كل ما الضعف بتاع البيدق المعزول بيزيد. ثاني طريقة ان احنا نعرقل البيدق المعزول زي ما شفنا في الشكل اللي كان قبل كده، بنضع قطعة في المربع اللي قصاده. ثالث طريقة ان احنا بنعمل ضغط على البيدق المعزول بواسطة القطع الثقيلة والخفيفة. العرقلة ووضع الضغط على البيدق المعزول بتعتمد على مبادئ استراتيجية مشتركة، وهي ايه؟ ان الاشياء المحاصرة الاول لازم نثبتها، وده بيحرمها من الحركة، وبذلك نقدر نوصل لها بشكل افضل. تعال نشوف الصورة اللي جاية توضح لنا هذا الموضوع. عشان نهاجم البيدق المعزول لازم نثبته الاول، اللي هي بالانجليزي بنقول عليها بلوك. وهنا هنتعرف على مصطلح جديد وهو المربع الحرج. مربع الحرج ده هو المربع اللي قصاد البيدق المعزول. في الشكل ده هو المربع الحرج هو مربع C5، وقبل ما نحط ضغط على البيدق اللي هو في C6 لازم نتحكم في المربع اللي قصاده اللي هو المربع الحرج. هنا الابيض بيبتدي يسيطر على هذا المربع بالقطع بتاعته، وبعدين بيحط هنا هو القطعة، وبعدين بيهاجم البيدق. تعال نشوف بعض المباريات
ونشوف ازاي اساتذه الشطرنج بينفذوا النصايح والطرق اللي احنا قلناها. عندنا النهارده اربع امثله من اربع مباريات بين لعيبه كبار جدا. اول دور هنشوفه بين سبيلمان وروبنشتاين، وتاني دور بين بتروسيان وبوتفينيت، وتالت دور بين بتروسيان وجيلكو، ورابع دور بين لاسكر وكابلانك. تعال نشوفوا الدور الاول بين سبيلمان وروبنشتاين، وفاز فيه روبنشتاين. في الموقف ده من مباراة سبيلمان وروبنشتاين، الابيض له ثلاث بيادق معزولة، او ممكن نسميها ثلاث جزر معزولة، ولذلك الاسود رغم ان هو متخلف ببيدق انما قرر ان هو يبسط الموقف ويكسر القطع عشان يبان العيوب بتاعة البيادق المعزولة بتاعت الابيض اللي هي بتبان في مرحلة نهاية الدور. بس هو لازم ياخد باله برضو ان هو برضو عنده بيدق معزول على السي 7. تعال نشوف الدور مشى ازاي. نايت اي 5، نايت في اي 5، روك في اي 4، روك دي 5، كوين اي 7. الابيض بيضغط على البيدق المعزول بتاع الاسود على السي 7. روك سي 5 بيزود الابيض الضغط على البيدق. روك اي 2، الاسود بدوره بيضغط على البيدق اف 2 المعزول، ولكن البيدق اف 2 ده هو اهم من البيدق بتاع السي 7 عشان ده بيغطي الملك. كوين جي 3، كوين دي 6. الاسود بيواصل خطته في تبسيط الموقف وتكسير القطع. كوين في دي 6، سي في دي 6، روك سي 7، روك في بي 2. طيب ليه هنا الاسود ما لعبش روك في اف 2 كش؟ تعال نشوف. لو لعب الاسود روك في اي 2 كش هيكمل الابيض روك جي 2، روك جي 2 كش، كينج في جي 2، والابيض بقى عنده بدائين مترابطين سالكين في جناح الوزير. طبعا ما يقدرش الاسود يلعب دلوقتي روك في بي 3 علشان في روك سي 8 كش مات. نرجع لدورنا، قلنا هنا الاسود كمل روك في بي 2، كمل الدور روك اللي في جي سي 1، وفي تهديد دلوقتي بكش مات، كينج اف 8 بيشوب سي 2. الابيض مضطر للسماح بتكسير بيدق اخر لكي لا يخسر بيدق روك اي 2، بيبتدي الاسود يطارد البيدق المعزول الضعيف. بيشوب في جي 6، اتش في جي 6، روك اللي في 1 سي 2، روك في سي 2. طبعا الاسود ما كانش يقدر يلعب روك في اي 3 عشان هتكون التكمله، روك جي 7، روك اف 3، كينج جي 2، روك اف 6، اتش 4، والابيض له فرص لعب مضاد جيده بفضل طبعا النشاط الملحوظ للرخين بتوعه. نرجع لدورنا، قلنا هنا اسود لعب روك في سي 2، كمل الدور روك في سي 2، ودلوقتي احنا شايفين ان الابيض له اربع جزر معزوله والاسود له جزيرة واحدة معزولة، وكمان الملك الاسود قريب للوسط عن الملك الابيض، وده طبعا في صالحه في مرحلة نهاية الدور. روك اي 8 نقلة جميلة. لو كان الاسود حاول يفوز بالبيدق على طول بان هو يلعب روك بي 3 هتكون التكملة روك اي 2، روك دي 3، اي 4، روك في دي 4، اي 5، والابيض بقى عنده بيدق سالك وصعب جدا ان حد يلحقه. نرجع لدورنا، يبقى قلنا هنا هو اسود لعب روك اي 8، وقلنا دي نقله جميله، روك سي 3، روك اي 4. رخ الابيض مقيد بشده لحمايه البيدق بتاع الاي 3، وفي نفس الوقت الملك الاسود هيتسلل ويجي علشان ياخد البيدق بتاع الدي 4، ويبقى البيدق بتاعه اللي هو في الدي 6 ثالث
ويرقي. كمل الدور روك دي 3، مضطر الرخ الابيض ان هو يحمي البدائيين بتوعه، وده بيخليه ياخد موقف سلبي. كينج اي 7 الاسود بيبتدي ينفذ خطته، كينج جي 3، كينج اي 6، كينج اف 3، كينج دي 5، كينج اي 2، راح لاعب جي 5 بيثبت بيدق اتش 3 اللي هيبقى هدف للهجوم بتاعه بعد قليل. طبعا هو ملعبش اتش في دي 4 علشان الرد كينج اي 3، تكسير الارخاخ هيخلي البيدق ده هو سالك وبعيد وصعب ان الملك يقدر يروح يجيبه، واذا راح هيبتدي الملك الابيض ياخد البيادق السوداء هنا، ولذلك النقله جي 5 اللي هي نقله جميله جدا. كمل الدور روك بي 3 اف 6 كينج اي 3 كينج سي 4 روك دي 3 دي 5 كينج دي 2 روك اي 8 كينج سي 2 روك اي 7 كينج دي 2 روك اي 7. والابيض دلوقتي في زيرزفانج، زيرزفانج يعني ما عندوش اي نقله جيده يقدر يلعبها، ولذلك هو مجبر على ترك بدءه بتاع الدي 4. روك سي 3 كش، كينج في دي 4، اي 4، روك اي 7، روك اي 3، روك اي 5. البيدق اتثبت، ولكن الرخ اللي هو بيثبت البيدق ده هو قطعه المفروض نستغلها استغلال احسن من كده، ولذلك خطه الاسود دلوقتي ان يجي بالملك هو اللي يثبت البيدق، والرخ يبقى حر حركه علشان يقدر ياخد البيادق البيضه الثانيه. في نفس الوقت الرخ الابيض ما يقدرش يسيب حمايه البيدق، وفي نفس الوقت الملك الابيض ما يقدرش يسيب مراقبه البيدق السالك بتاع الاسود اللي هو على الدي 5. كمل الدور روك اي 1 كينج سي 4 كينج اي 3. كان هنا في اقتراح للابيض ان هو ينشط رخه بانه يلعب بدال الكينج اي 3 يلعب روك سي 1. تعال نشوف التكمله. كينج بي 4 روك بي 1 كش، كينج في اي 4، كينج دي 3 روك سي 5، كينج دي 4 روك سي 2 روك بي 7 روك في اف 2 روك في جي 7. والابيض هنا له بعض الفرص للوصول للتعادل. نرجع لدورنا، قلنا هنا الابيض لعب كينج اي 3، كمل الدور دي 4 كش كينج دي 2 روك اف 5. الرخ الاسود بقت حره ودلوقتي بيهاجم بيدا الاف، وفي نفس الوقت رايح للبيدا اللي على الاتش. كينج اي 1 كينج بي 4 كينج اي 2 كينج اي 5. دلوقتي الملك بقى هو اللي بيثبت البيدق اللي في الاي 4، والرخ اصبحت حره تلعب، والملك الابيض لازم يفضل مراقب البيدق اللي على الدي 4. روك اي 3 روك اف 5. الرخ الاسود رايحه في طريقها ان هي تهاجم البيدق بتاع الاتش 3. روك اي 2 روك اتش 4. البيدق بقى مطلوب كينج دي 3. لو كان لعب بدل كينج دي 3 لعب روك اي 3، الاسود هيلعب كينج بي 4، ولذلك هو مضطر ان يلعب كينج دي 3. كمل الدور روك في اتش 3 كش، كينج في دي 4، روك بي اتش 4 كش، كينج دي 3، روك في اي 4، روك اي 2، روك اف 4، كينج اي 3، كينج بي 6، روك سي 2، كينج بي 7. نقله ذكيه جدا
بيمنع الرخ الابيض من ان هو يوصل للصف السابع او الثامن عشان يهاجم البيادق السود. روك سي 1 روك اي 4 روك اتش 1 كينج سي 6 روك اتش 7 روك اي 7 كينج اي 4 كينج دي 6 كينج اف 5 جي 6 كش. وصلنا لنهاية درامية للأبيض. كينج في جي 6 روك في اتش 7 كينج في اتش 7 كينج اي 5 كينج جي 6 جي 4 والأبيض سلم. الجزء الأكبر من هذا المثال غطى نهاية الدور وأشار إلى أن عيوب البيادق المعزولة بتزداد بوضوح شديد. تعال نشوف دور تاني. وبعد ما شفنا سبيرمان وروبنشتاين تعال نشوف دور بتروسيان وبوتفينك اللي هيفوز فيه بتروسيان. الدور ابتدى سي 4 جي 6 دي 4 نايت اف 6 نايت سي 3 دي 5 نايت اف 3 بيشوب جي 5 اي 3 تبييت بيشوب اي 2 دي سي 4 بيشوف في سي 4 سي 5 دي 5 اي 5 نقلة سيئة دي في اي 6 كوين في دي 1 كينج في دي 1 بيشوف في اي 6 بيشوف في اي 6 اف في اي 6. الموقف اللي وصلنا له الاسود عنده اضعاف وحيد في البيدق بتاع الاي 6 المعزول. وقال هنا تجربة روشيان اللي هو بيلعب بالابيض ان من الصعب جدا على الاسود ان يصلح موقف البيدق بتاعه. والاضعاف اللي ده بتاع البيدق المعزول مش بيتمثل بس في ان الخصم ممكن يفوز بيه، لا ده كمان مقدره الخصم على استخدام المربع الحرج اللي احنا قلنا عليه ده هو اللي هو قدام البيدق كقاعده ممتازه لقطع. تعال نشوف بتروسيان عمل ايه. كينج اي 2 نايت سي 6 روك دي 1 روك اللي في ايه دي 8. هو كان هنا من الافضل ان يلعب كينج اف 7 انما هو لعب روك اللي في ايه دي 8 روك في دي 8 روك في دي 8 نايت جي 5 بيهاجم بيدق الاي 6 وفي نفس الوقت عاوز يجيب حصانه في المربع الفاخر بتاع الاي 4. طب انا بقول ليه عليه مربع فاخر؟ عشان مش ممكن يوصل له الاسود باي بيدق عشان مفيش بيادق على عمود الاف ولا على عمود الدي. كمل الدور روك اي 8 نايت اللي في جي اي 4 نايت في اي 4 نايت في اي 4 واحتل المربع بي 6 روك بي 1. بالتقييم الموضوعي الموقف بيميل الى التوازن، ولكن بما ان المربع اللي امام بيدق اي 6 ضعيف فبتروسيان بيعتبر هنا ان الابيض افضل قليلا. كمل الدور نايت بي 4 الاسود بيحاول ان يطرد الحصان الابيض من مربع اي 4 المزعج بانه يجي لمربع اف 6 ويطرد بيشوب دي 2 نقله حلوه نايت دي 5. لو كان الاسود لعب في الموقف ده نايت في اي 2 تعال نشوف هيحصل ايه. كان الدور هيكمل روك اي 1 نايت بي 4 بيشوب في بي 4 سيف بي 4 روك في اي 7 بيشوب في بي 2 روك بي 7 والابيض وصل لموقف في افضليه كبيره له. نرجع لدورنا. يبقى هنا الاسود لعب نايت دي 5 لعب الابيض اي 4. الابيض بيحاول يخلق فرصه جيده لاضعاف جديد في جناح وزير في الخصم روك سي 8. اذا الاسود ما لعبش الروك سي 8 ولعب بدلها نايت اف 6 تعال نشوف التكمله تبقى ازاي. نايت في اف 6 كش بيشوف في اف 6 بيشوب سي 3 بيشوب في سي 3 بي في سي 3 روك
BA5، والأبيض أفضل قليلا بسبب الإضعاف الجديد اللي هيظهر على B6. نرجع لدورنا، قلنا هنا الأسود لعب روك C8، B3، بيشوب F8، روك C1. كان الأسود كان بيهدد بإنه يلعب C4. تعال نشوف لو الأبيض ملعبش روك C1 والأسود قدر يلعب C4 كان هيحصل إيه. يلا نشوف، لو الأبيض ملعبش الروك C1 والأسود قدر يلعب C4، روك C1، سيف B3، روك في C8، B2، روك C1، B في C1 ورقة وزير، بيشوب في C1، والأبيض لا يمكن إن هو يتجنب التعادل. نرجع لدورنا، قلنا في الموقف ده الأبيض لعب روك C1، رد الأسود بيشوب E7، ودي نقلة سيئة. كان من الأفضل إن هو يلعب روك C7 علشان يمنع نقلة الأبيض القادمة، لكنه لعب بيشوب E7. الأبيض لعب B4، نقلة جميلة C4. لو ما كانش الأسود لعب C4 ولعب روك C7، تعال نشوف التكملة، B في C5، B في C5، King D3، وبيظهر بيدق معزول ضعيف تاني. ودلوقتي الأبيض هتبقى خطته الA5 والKing C4 ويحصل على تفوق حاسم. نرجع لدورنا، قلنا هنا لعب الأسود C4، رد الأبيض بالB5، نقلة جميلة. الأسود هنا اقترف خطأ شديد ولعب King F7. الأبيض دلوقتي أصبح في موقف شديد الأفضلية. كان الأسود ممكن يقاوم أكتر بأنه يلعب بيشوب A3. تعال نشوف التكملة، روك C2، C3، نقلة جميلة، بيشوب في C3. طبعا لو نايت في C3 هيلعب نايت B4، يبقى هو هنا هو اتلعب بيشوب في C3 كمل، بيشوب B4، King D2. طبعا لو لعب King D3 هتبقى بيشوب في C3، نايت في C3، ونايت B4 كش ويكسب. يبقى King D2، روك C4، بيشوب في B4. طبعا لو King D3 بيرد الأسود روك في E4، يبقى لعب بيشوب في B4، روك في E4، بيشوب B6، روك في A4، والموقف متعادل. نرجع لدورنا، قلنا هنا الأسود لعب King F7، كمل الدور بيشوب C3، نقلة جميلة أوي. البيدق C4 بقى بيدق معزول رسمي، الفيل الأبيض عامل له إعاقة. كمل الدور بيشوب A3، روك C2، ودلوقتي الأبيض بيهدد بنايت B2 والبيشوب E5 وبعدين ياخد البيدق. كمل الدور، نايت في C3 كش، روك في C3، بيشوب B4، روك C2، King E7، نايت D2. الأبيض بيزود الضغط على البيدق المعزول ويجبره على التقدم علشان يبقى في متناول C3. إذا حاول هنا الأسود إن هو يكسر هيكون ده في مصلحة الأبيض، يعني مثلا بدل ما هيلعب C3 ممكن يلعب بيشوب في D2. تعال نشوف اللي هيحصل، King في D2، King D6، King C3، King C5، روك D2، والأبيض يفوز. نرجع لدورنا، قلنا هنا إن الأسود اضطر إن يلعب C3. كمل الدور، نايت E4، ودلوقتي مفيش سبيل
ان هو يقدر يدافع عن البيدق. الملك جاي في المربع d3، بيشوب a5، كينج d3، روك d8 كش، كينج c4، روك d1، نايت في c3 اخد البيدق، روك h1 نقلة سيئة برضو. رد عليها الابيض نايت e4 نقلة جميلة. الابيض بيرجع البيدق ولكن بيقوي المركز بتاعه في الوسط. روك في h2، كينج d4، كينج d7. اذا كان لعب روك في g2 هيلعب روك c7 كش، وبعدين روك في h7 وكينج e5 ويفوز. ولذلك في الموقف ده لعب كينج d7 g3 بيشوب b4 كينج e5، والابيض بيستثمر المربعات اللي قصاد البيدق بتاع الايسي ورايح للمعسكر بتاع الخصم بتاعه. كمل الدور روك h5، كينج f6، بيشوب e7، كينج g7 نقلة جميلة، e5، روك c6، روك h1، كينج f7 نقلة جميلة برضو، روك a1، روك e6 نقلة برضو حلوة، بيشوب d8، روك d6 كش، كينج c8، كينج e8 نقلة جميلة برضو، بيشوب c7، روك c7، روك d1. طبعا لو لعب روك في a4 هيلعب نايت c3 وبيهدد الرخ، وفي نفس الوقت بيهدد يجي في d5 وياخد الفيل. يبقى احنا قلنا هنا لعب روك d1، نايت g5، روك d8 كش، كينج f7، روك d7 كش، كينج g8، والبيادق بتاعة جناح الملك هيسقطوا كلهم ورا بعض، ولذلك سلم الاسم. تعال نشوف الدور التالت. وبعد ما شفنا بتروسيان وهو بيكسب باستغلال البيدق المعزول، تعال نشوفه في دور تاني مع جيركو هيعمل ايه. بتروسيان بالابيض وجيركو بالاسود، والابيض له بدائين معزولين، هيحاول ان هو يتخلص من واحد منهم وينجح في خلق بيدق معزول في معسكر الخصم. تعال نشوف ازاي. c4 a5. اذا كان لعب دي في c4 تعال نشوف التقنية هتبقى ازاي. كوين في c4، كوين e5، روك اللي في ab1، بيشوب a3، روك c2، بيشوب في g2، كينج في g2، بيشوب c5، نايت f3، كوين f5، a5. ومن الصعب على الاسود ان هو يحمي اضعافات البيادق بتاعته. نرجع لدورنا. قلنا هنا لعب a5، كمل الدور، سي في d5، بيشوب في d5، بيشوب في d5، روك في d5، كوين g5. بعد التكسيرات العديدة الاسود بقى عنده نوعين من الاضعافات. في بيدق e6 المعزول، وفي بيدق b6 المتأخر، والابيض بيراقبهم بكل صرامة. كمل الدور، روك اللي في d8، روك c2، كوين d7، نايت c4. الابيض ابتدى الضغط، بيشوب c5. الاسود اختار سياسة التقسيط والتكسير، وده بيقلل من المصاعب بتاعته قليلا، وبيدي طريق للوصول للبيدق بتاع الابيض الوحيد المعزول. كمل الدور، نايت في a5، بيشوب في e3، نايت c6، بيشوب d4. طبعا هو لو كان لعب روك c8
كان هيوصل لخسارة أكيدة. تعال نشوف. نايت e5، كوين d4، روك c8، كوين في a1 كش، كينج g2، روك في c8، كوين في e6 كش، كينج h7، كوين f5 كش، كينج g8، كوين في c8 كش، كينج h7، كوين f5 كش، كينج g8، f في e3. والموقف مكسب واضح للأبيض. نرجع لدورنا. قلنا هنا الأسود لعب بيشوب d4، روك اللي في a c1، روك a8. الأسود بيحاول يضغط على البيدق المعزول بتاع الأبيض. نايت في d4، كوين في d4، روك c4، كوين e5. يبدو ان الابيض له فرص للدفاع عن اضعافاته اكتر من الاسود، وذلك باعادة توزيع الادوار بالنسبة لقطعة. وهنشوف هيعمل ازاي. كوين b1، الابيض بيضغط بدوره، روك اللي في e b8، روك b4، الابيض بيكثف الضغط بتاعه. كوين d7، روك d1، كوين c6، كوين b3، نقلة جميلة. الوزير احتل موقف ممتاز، بيحمي بيدقه الضعيف وفي نفس الوقت بيهاجم بدقين معاديين، روك b7، روك c4، كوين e8، روك e4. الهجوم المتوالي على البيادق السوداء اثبت فعاليته، ودلوقتي لازم واحد هيقع منه. روك d7، روك d7، كوين في d7، روك في e6، كوين f7، h4. خطة الأبيض دلوقتي هي الفوز بالبيدق بتاع b6، وعشان كده ثبت بيادق المنافس في جناح الملك وبيبدل الأدوار بين قطعه مرة تانية. روك b8، h5، روك e8، f3، كينج f8، كوين b4 كش، كينج g4، كوين c4، روك f8، f4، كينج h8، كوين d5، كوين a7، كوين d4. نقلة جميلة. تبديل الأدوار اكتمل، وبدأ اسود تاني لازم يسقط. المباراة استمرت بعد كده حوالي 30 نقلة في مرحلة نهاية الدور، لكن انتهت بتسليم الأسود. يلا نشوف الدور الرابع والأخير في البيدق المعزول. ودلوقتي نشوف الدور الرابع بين لاسكر وكابابلانكا، فاز في كابابلانكا. أرجو منكم تستمتعوا بيه. الموقف ده من دور للاسكر ضد كابابلانكا. وكابابلانكا قال تعليق على هذا الموقف، إن بعد عدة تكسيرات ظهر الأسود في موقف أفضل قليلا، ورغم إن لديه بدائين معزولين، لكن مع تنسيق القطع السوداء حاليا لا يمكن مهاجمتهما بسهولة، بينما بيدق الأبيض المعزول يمكن مهاجمته بيسر وسهولة. بالطبع الأسود دلوقتي بيقدر إن هو يعوق بيدق جي وينظم ضغط على عمود بي وعمود جي، بينما الأبيض ملهوش فرصة فعلية لتنشيط اللعب ضد إضعافات الخصم. روك e5، كوين b6، كوين c2، روك اللي في fg8. الأسود بيكثف ضغطه على نقطة الأبيض الضعيفة. نايت e2، روك b5. الأسود بيحضر لإزواج الرخين وبيعرض تكسير على الأبيض، والتكسير ده في صالح الأسود عشان هيحسن زيادة في هيكل البيادق بتاعته. روك في d5، الأبيض اختار التكسير. سي في d5، الأسود دلوقتي موقفه آمن تماما، بيتحكم في العمود المفتوح وقطعه منتشرة جيدا، والإضعاف بتاعه الوحيد اللي على a7 من الصعب الوصول إليه بقطع الأبيض عمليا. ومن دلوقتي لحد نهاية الدور هيظهر الأسود تكنيك رائع لزيادة تفوقه الاستراتيجي والوصول لفوز
مصطحب 3D2 نايت F5 بيجبر الابيض عن الدفاع عن D4 D3. لو كان لعب روك C1 هتبقى اسوأ. تعال نشوف ليه. روك في C1 كش، كوين في C1 ونايت في D4 وفاز ببدا. نرجع للدور. قلنا هنا الابيض لعب B3 H5 بيمنع الابيض من G4 وبيبقي على حصانه على ال F5 لمدة طويلة. H3 H4 كوين D3 روك C6. الاسود عاوز يروح بوزيره لل B4 فبيحط الرخ علشان يمنع الوزير من ان هو يجي في ال E6. كينج F1 G6. بما ان الابيض ملوش غير نقلات انتظارية لذلك الاسود مش متسرع في بدء الهجوم بتاعه. كوين B1 كوين B4. الوزير هيواصل هجومه على D4. كينج G1 A5 كوين B2 A4. تقدم البيدا بتاع الاسود للـ A4 بيحرره من الضعف الوحيد اللي كان عنده، والاكثر من كده بيخلق ضعف جديد في معسكر الابيض. الاسود دلوقتي بيهدد بانه يلعب روك B6. لعب الابيض كوين D2. تكسير الوزيرين مش هيخفف من معاناة الابيض. كوين في D2 روك في D2 F3 F3. والابيض اصبح بيعاني من بدائين معزولين. روك B6. الاسود بيهاجم بيدا B3 وده هيخلي الرخ الابيض تلعب دور دفاعي سلبي. روك D3 روك A6 G4. الابيض بيأمل في ايجاد لعب مضاد في جناح الملك. H في G3 F في G3 روك A2 نايت G3 روك C2 نايت D1 نايت E7. الحصان بيتجه الى جناح الوزير على امل الفوز باحد بيادي الابيض الضعيف نايت C3. طبعا الابيض ما يقدرش يلعب B4 دلوقتي. ليه؟ تعال نشوف. هيرد الاسود روك C1 كينج F2 روك B1 ويفوز بالبيدا بتاع B4. نرجع للدور. قلنا هنا الابيض لعب نايت C3 روك C1 كش كينج F2 نايت C6 نايت G1 روك B1 وبيدا الابيض بي مش ممكن انقاذه بعد دلوقتي. كينج E2 روك في B3 كينج E3 روك B4 نايت C3 نايت E7 نايت E2 نايت F5 كش كينج F2. الاسود بيهاجم البيدا المعزول وقطع الابيض مكرسة للدفاع عنه. G5 G4 نايت D6 نايت G1. الحصان لازم يحمي البيدا بتاع ال H3. نايت E4 كش كينج F2 روك B1 كينج G2 روك B2 كش كينج F1 روك F2 كش كينج E1 روك A2 كينج F1 كينج G5. ودلوقتي بعد ما الأبيض بقى ما يقدرش يتحرك من الأماكن بتاعته يبتدي الأسود الملك بتاعه يخش في اللعب ويروح لوسط الرقعة عشان يعمل بيدا سالب. روك E3 كينج G6 روك D3 F6 روك E3 كينج F7 روك D3 كينج E7 روك E3 كينج D6 روك D3 روك F2 كش.
لتسهيل عملية هجوم بيادقه، قرر الأسود إحضار رخه إلى مكانه السابق مع وقوف الرخ الأبيض على D3. حقيقي الأسود يستطيع الفوز بدون هذه النقلات، ولكن ذلك سيحتاج وقت أطول. كمل الدور. كينج E1، روك G2، كينج F1، روك A2، روك E3، E5، روك D3، FD4، روك FD4، كينج C5، روك D1، روك C1 كش، كينج D5، وسلم الأبيض. دور جميل لاستثمار البيادق المعزولة. إلى اللقاء في المحاضرة التاسعة مع البيادق المزدوجة.